ومعنا مشاهدينا هنا في الاستوديو عضو مجلس الشورى الدكتور فايز الشهري للحديث أكثر عن ما جاء في مجلس الشورى اليوم حول خطاب خادم الحرمين الشريفين. دكتور فايز، يعني لو باختصار توجز لنا أهم المضامين التي جاءت في خطاب خادم الحرمين الشريفين. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أحب أن أعبر عن أن زيارة خادم الحرمين الشريفين وتشريفه لمجلس الشورى هذا اليوم هو مصدر اعتزاز وفخر، وهي مناسبة أن نتطلع لها في كل عام، لأن حضور خادم الحرمين الشريفين وإلقائه الخطاب السنوي الذي يشرح برنامج الحكومة أمام المجلس يعطي المجلس ولجانه وأعضائه دفعة قوية جدا، ويعملون وفق أسس وأيضا وفق الموجهات التي يحفظه الله شرحها اليوم في خطابه الذي أوضح فيه الكثير من ثوابت السياسة السعودية في الداخل والخارج. طبعا بالنسبة للقراءة في مضامين خطابه يحفظه الله، الخطاب اليوم تحدث عن الشؤون الداخلية والخارجية. في الشؤون الداخلية كان التأكيد على ثوابت السياسة السعودية في الداخل من حيث أنها تلتزم بشرع الله سبحانه وتعالى كمنهج وأيضا طريقة حياة، وأيضا نبذ الغلو والتطرف وتشجيع الاعتدال، كذلك على موضوع العدل الذي هو أساس الملك وأساس الحكم وهو الذي نعيشه في بلادنا والحمد لله. ثم كانت كلمة التنمية وردت في أكثر من 10 مواضع في خطاب خادم الحرمين الشريفين، وأيضا كلمة الإرهاب، وكأن الخطاب بعنوان معادلة التنمية والأمن، لأنه لا يمكن أن يكون هناك تنمية في غياب الأمن، وقد رأينا الدول التي عاثت فيها المشاكل والقلاقل كيف تأخرت التنمية. أيضا ركز على موضوع الإصلاح الهيكلي الإداري في المملكة العربية السعودية، إصلاح المؤسسات ودمج بعضها وربط بعضها البعض واستقلال بعضها الآخر، وتحدث أيضا عن إنشاء الهياكل الجديدة أو المؤسسات الجديدة التي نشأت. ثم أيضا عن قضية الفساد التي أمر يحفظه الله بتشكيل لجنة عليا لمتابعة هذه القضايا، وبيّنها في نطاقها المحدود، وأن الدولة حازمة وعازمة على مواصلة مواجهة الفساد. كذلك تحدث عن المشروعات الكبرى التي تنوي الحكومة القيام بها ضمن رؤية 2030، مثل المشاريع الكبرى في البحر الأحمر، وأيضا مدينة نيوم، وأيضا المشروع الضخم في القدية في المنطقة الوسطى في الرياض. الكثير من القضايا في الداخل تحدث عنها يحفظه الله، خاصة في مجال تشجيع الاقتصاد وفتح مجالات الاستثمار والتطوير العقاري لحل مشاكل مثل الإسكان وغيره. القضايا الخارجية كما سمعتي في الخطاب أيضا قضايا كبرى. يمكن سأتحدث عن كل نقطة تقريبا تفصيليا إلى إن شاء الله أنه يكون في وقت لهذا دكتور، ولكن إلى أي درجة هناك يعني يقع على عاتق المجلس اليوم شرح لمواقف المملكة سواء كان في الداخل أو حتى في الخارج ولكل القضايا العالقة والقضايا الطارئة أيضا؟ هذا يدخل ضمن أعمال ومهام المجلس ما يسمى بالدبلوماسية البرلمانية التي يشارك فيها المجلس من خلال 10 لجان برلمانية توزع عليها مناطق ودول العالم، وشارك المجلس في خلال العام الماضي والذي سبقه في أكثر من 40 زيارة لدول العالم لشرح مواقف المملكة وبيان أيضا تأييدنا لبعض القضايا التي هي ضمن صلب اهتمامات المملكة العربية السعودية سواء في الدول العربية الصديقة أو الدول الغربية الصديقة أو الدول العربية أيضا. كان هذه الدبلوماسية دورها الكبير في كثير من الملفات، لا نستطيع أن نتحدث عن نجاحات وإنجازات نحن في مجلس الشورى، نحن نقوم بدورنا وعلى من يقيم ويرى أن يحكم بالعدل بذلك. طبعا هناك اجتهادات كثيرة في كل مجال، ونسعى ضمن السياسة العامة للدولة. كما تعلمين مجلس الشورى هو مجلس دولة وليس جهاز تنفيذي، هو يسير وفق أسس وتقاليد برلمانية معروفة في العالم كله في تحديد الحركة ونطاق العلاقات مع الدول. الحمد لله تحققت نجاحات كثيرة في زيارات لدول كبرى، خاصة في مراحل الأزمات حين بدأت عاصفة الحزم، في مراحل معينة من الأزمات في المنطقة كانت لهذه اللجان دورها، أيضا استقبال السفراء والوفود من خارج المملكة وشرح القضايا، خاصة أن المجلس يتعامل مع هذه القضايا ومع الملفات بأكبر من السياسة، يتعامل بها بمصالح الشعوب ويتحدث باسم الشعوب، وبالتالي في الجهات وفي جهات كثيرة يسمع صوت المجلس كثيرا، خاصة أن الإعلام في كل مكان يتحدث بأصوات ربما إما تسيء الفهم أو تقدم معلومات مغلوطة. ولما أتيت الفرصة للزملاء والزميلات في المجلس لشرح هذه القضايا تحقق الكثير بحمد الله. نعم. أيضا كيف يمكن تحويل مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين إلى خارطة طريق تعتبر للمجلس وأيضا للمسؤولين لمن هم حاملين هذه الأمانة؟ هو خطاب المسؤولية ليس فقط على المجلس، على الحكومة وعلى مؤسسات التنفيذية أخرى التي تعمل في هذا المجال، ولذلك
المجلس هو فور إعلان الخطاب ويستلم كل عضو وكل لجنة نسخة كاملة من الخطاب المطول وفيه كل التفاصيل ويحول إلى برامج عمل ويترجم إلى أدوات رقابية ومحاسبة للجهات الحكومية التي تناط بها مثل هذه المشاريع. هذا الخطاب بالنسبة لنا هو مرشد العمل في بداية السنة الشورية الجديدة، ونحن ونطمح أن نكون على قدر الطموح، وقدر سواء طموح القيادة يحفظها الله أو طموح المواطن في أن يكون هذه المضامين الكبيرة والعناوين الكبرى لقضايا التنمية كما ذكرت لك، يعني كلمة التنمية وردت 11 مرة الخطاب. صحيح. هذا يدل على الهاجس المسيطر. وكان هناك حرص من خادم الحرمين. نعم. الشريفين أيضا في هذا المجال على تلبية احتياجات المواطن في شتى المجالات، وأيضا على رفاهية المواطن، هكذا جاء في الكلمة. وفي مقدمة هذه الأمور كان هنا الإسكان، تحدث عن الإسكان. هذا صحيح، وتحدث يحفظه الله أيضا عن تطوير المشاريع العقارية سواء بالقطاع الخاص أو دور الحكومة في ذلك، لمحاولة توسيع دائرة الاستثمار وتقليل الكلفة على المواطن حتى يمكن أن تحل هذه المشكلة، وهي هاجس وملف رئيس في مؤسسات الدولة وأيضا في مجلس الشورى. ونتمنى في المرحلة القادمة أن ينعكس ذلك على عمل المؤسسات التي تعنى بهذا الملف. نعم، أيضا في المواقف الخارجية أكد هنا على دور المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وأكد على أن القدس عاصمة لفلسطين، وتزامن ذلك أيضا مع الاجتماع اللي معقود في هذا اليوم أيضا منظمة التعاون الإسلامي. إلى أي درجة هنا هذا التأكيد يعني هو واضح على موقف المملكة الثابت عبر العصور تجاه القضية الفلسطينية؟ خطاب خادم الحرمين الشريفين أولا هو تأكيد الركن الثابت في السياسة السعودية تجاه قضية فلسطين والقضية الفلسطينية بشكل عام. العنصر الثاني هو رد على التخريصات والأقاويل التي نسمعها يمنى ويسرى عن موقف المملكة الفلسطينية، وقالها بصوت واضح وبلغة جريئة بأن المملكة السعودية تدعم حقوق الشعب الفلسطيني وفق القرارات والشرعية الدولية، وأنها عرب في خطابه عن استنكار المملكة، وأيضا أسفها لقرار الرئيس الأمريكي نقل السفارة أو التفكير في نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس، وهذا إعلان كافي من قمة الهرم الإداري. والملك صحيح. سلمان يحفظه الله هو معني بهذه القضية منذ كان أميرا للرياض ويعرف صحيح. كافة تفاصيلها ودقائق ملفها، وبالتالي هذا موضوعهم. الملف الثاني تحدث عنه عاصفة الحزمة ودخول المملكة إلى نجدة الأشقاء في اليمن وفق القرارات الدولية التي وأنه لم يكن دخولا يعني لم نختر هذا الدخول، وإنما كان واجبا والتالي نجدة الشقيق والجار، ثم أيضا تهديد أمن المملكة، هذا أيضا يتحتم على متخذ القرار في المملكة أن يكون بهذا الحزم والعزم، والحمد لله تحققت الكثير من النتائج. نعم، دائما الوقت يداهمنا، وحقيقة كلمة خادم الحرمين الشريفين حملت الكثير من المضامين لا يساعها دقائق معدودة. أشكرك دكتور فايز الشهري عضو مجلس الشورى على هذه المداخلة وعلى حضورك الاستوديو. شكرا لك.